اهلين ابو محمد. اهلين وسهلين بالعجيب. يا ميت مرحبا. اهلين. شو يعني فيك كل ما تحكي؟ اي والله يا عجيب، في شيء لازم اقول لك اياه. احكي. شرف 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 لجوا، بنحكي جوا بالدكان. احكي هون عمي. معلش، هي الدكان مؤدي المقام، بس قلتك عليها بتعلي لها مقامها. شرف. شرف ابو محمد شرف. هات لشوف شو القصة. هذا يا سيدي ابن عمك تحسين ابو شرار. شو بو؟ والله خجلان منك يا عبيد، وخايف تزعل مني اذا حكيت. عم بيضايقك شيء تحسين؟ بدك ما تاخذني بهالكلمه عبيد، يعني انا زلمه غريب ووحداني، وشوفت عينك من بيتي لدكانتي على الجامع، وبحياتي ما زعلت حدا. لا يا ابو محمد، هي ما حبيتها منك بنوب. شو غريب ما غريب؟ بعدين مين قال لك انت وحداني؟ اللي بيعاشر القوم 40 يوم صار منهم وفيهم. بعدين انت صار العيلة يا ابو محمد، واللي بيأذيك بيأذينا. احكيلي لشوف شو مساوي معك. لك اخ يا عبيد اخ، شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك عمي. احكي احكي ولا تخاف. تحسين يا ابو ادهم عامل بيته ملفل الزعران والعونطجية، وطوال هالليل صريخ وعربدة. ومثل ما بتعرف معلومة، أنا عندي حريمات. صب تلف أبو حجر، تلف أبو حجر. صحتك أبو حجر. صحتك أبو علوم. صحتك أبو حجر. أنا جارك جارك. خير، شو جابك بآخر الليل؟ جار بمعيتك، خففونا الضجة شوية، والله ما عم نقدر ننام. اها، شو رايك اجي طبطب لك لحتى تعرف تنام؟ صحتك ابو علوم. صحتك. لا عدم المؤاخذة، مو هيك القصد، بس يعني انا في عندي اطفال وحريمات ما عم يقدروا يناموا، عم يسمعوا كلام، شي بينحكى وشي ما بينحكى. اسمع جار، روح من وشي احسن ما امسح كل هالحارة فيك. أنا أبو شرار. صحتك أبو علوم. ما بينقلي شو لازم ساوي وشو ما لازم ما ساوي. عم تفهم علي؟ إيه، من تعلينا يا حط من هون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدين؟ ولا قبلي حملت حالي ورجعت على بيتي، قلت لحالي مالي غير العقيدة وقدها. أبو محمد، صغيرة صغيرة كتير وما راح تكون غير رضيان. أنت مطول بالك علي. عمي اترك لي بالي على جنب ولا ترجع لي راسي، في حساب بده يندفع. عمي الله وكيلك، تنشترت وما معي غير هالبرغوتين. حسابك أبو المية وبرغوتين. يا ابني كلامك صحيح وعلى عيني وراسي، وأنا مالي ناكر لك حقك، بس هلا الله يحن عليك، خذ هالبرغوتين وانا اني رجعه بهاليومين عشان بجيب لك ابو المية. بلا ابني بلا بلوط، بدك تطلع بالمية قبل البرغوتين، ولا بورجيك شي ما بيعجبك. ها؟ ما بيعجبني؟ يا ابني انا رجال قد ابوك. تحسين، شبك انت الثاني؟ الرجال عم ترجاك. شو بدي ساوي له يعني؟ بعدين الله يرضى عليك ابن عمي، انت لا بقى تتدخل بشغلي. يا عمي بيعني الحمار وفك حالك. بياك الحمار؟ ايه، وبعطيك حقه مجديين. يا ابني انا مشواري بعيد وما بقدر امشي على رجلي، وشوفت عينك معي كومة غراب، فشلون بدي بيعك الحمار؟ تصطفل عمي، مو شغلتي. تحسين، شو بدك؟ قديش حسابه؟ شو بدك بهالشغلة؟ عم بسألك. حسابه ابو المية وبرغوتين. اخوات البرغوتين وخليه يتيسر. لا عمي ما بيمشي الحال، العقيد ابو ادهم مأمني على الخان. بعدين شو نحن فاتحين الخان تكيه لوجه الله؟ هذا باب رزق ابن عمي. العقيد ابو ادهم ما بيهون عليه، اتركوا علي. انا عنه. ها، انت عنه؟ شو هالحكي؟ تعا تفضل عود محلي. خود عمي. هي ابو المية وبرغوتين. شو ابن عمي مصرياتك كترانية؟ كتر خيرك، الله يحرس لك شبابك، كتر خيرك. خير الله عمي، خير الله عمي.
خذ هالبرغوتين وانا ببقى بجي بجيب لك ابو المية. نعم نعم خلاص تيسر انت. كتر خيرك الله يسعدك. هات ايدك ابو الزاد. الله العظيم تيسر تيسر. لك يا بني ادم، هذا الزلمه صهرنا وطلب جيرتنا وهو بحمايتنا، واللي بيأذيه بيأذينا. بس يا عقيد ما سويت له شيء. لك شلون ما سويت له شيء؟ قل لي شلون؟ بعدين فهمني، ليش بتترك الخان بالليل وبتيجي على البيت وبتسهر انت وشل الزهره؟ لا الحكي ما هو صحيح. لا الحكي صحيح، انا سمعتكم. الله لا يوفقك يا تحسين. لك يا منصور، انا مأمنك على الخان، شلون بتتركه بالليل وبتيجي على الحاره؟ هذا ابو جلدي واحد كذاب، وانا بدي اصل لسانه اسكت. هذا اسمه ابو محمد، اذا مره ثانيه بتقول عنه ابو جلدي بقصر لسانك بالجبريه. هيا جبريه عياش، يا ويلك اذا تعرضت له مره ثانيه. لك شايفه هذا سيف؟ شوف شفته. هذا سيف عياش جدي وجدك، ورحمه عياش تحت التراب اذا بتتعرض له مره ثانيه. لا اصابتك واحسب الله ما خلاك. هو عقيد روي القصه ما لها مستاهله. مستاهله خلاص عقيد، والله ما انا مستاهلة، واللي بدك اياه بصير. الله يجيبك يا طولة البال. صاي عقيد، مشان غلت امبارح طلعت 10 ابو المية وخمسة عشر برغوت، وهذا مالك والله بدالك. ليش كم زبون كان عندك بالخان؟ كم زبون؟ والله ما عم تذكر عقيد. ما عم تذكر؟ لك هي أماني، واللي بيأمنك لا تخونه حتى لو كنت خوان. لا يا عقيد ما حبيت أمنك بنوب، عم تخوني إلي؟ أنا ما عم بخونك، بس تاني مرة ضبط حساباتك، ما تقلي ما عم تذكر. إيه صحيح عقيد تذكرت، أختي مبارح مرق كم شحات، شحتهم اللي فيه النصيب، وأنا لزمني شوية مصاري أخذتهم من الغلة. هيك أخذت اللي أخذت، تاني مرة إذا بدك تاخو تعال اللي أنا بعطيك، بس من الغلة الله يرضى عليك لا تمد إيدك. تاني شي، شاهر ابن عمك بيمون على الخان مثلي فرشكل، واللي صار بيناتكم مبارح ما بدي إياه ينعاد مرة تانية. ليش لحق يحكي لك شاهر؟ شاهر ما حكى لي. لك أنا شلون عرفت عني؟ عرفت لحالي وخلاص. صحيح عقي، هذا نصري بدي ينزعلك سمعة الخان. ها شلون بقى؟ الليل نهار قاعد بين هالزباين وعلى كش وكذب. قلت له يا نصر الكلب بسيطة أنا فرشيك. جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا